السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي، معكم يونس من بحر فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم خوتي فيديو ان بو سبيسيال ان بو ديفيرون، ماشي كيما لي فيديو كامل اللي دايرهم معي اطلاقا، ماشي كيما لي فيديو اللي نديرهم من قبل، يعني حول نساعد الناس، حول الهجرة، حول كذا على امريكا معلومات. هذا الفيديو علاش راني ندير فيه وباش تعرفوا خوتي، راني نصور فيه في الليل ان شاء الله، ضوا وبروجيكتور منا ممكن اذا لاحظتوا حاجة جديدة هنا في الفيديو اللي رامي مضارين يشوفونا يكتبوا هنا في تعليق باش نشوفهم اش صح سيفري راه متابعين ولا لا. المهم خاطر نرجعوا للموضوع، الفيديو اللي خلاني ندير هذا الفيديو هو الفيديو تاع البارح اللي تكلمت فيه على تطبيق ولا اوبسون جديده ديروها في الفيسبوك حول التعارف، كيفاش الناس يتعرفوا هنا في امريكا. كيما تعرفوا خوتي انا من نحتقر حتى حاجه، اي معلومه نشوفها ممكن تفيد الناس ولا ممكن من بارطاجيها ديريكتوم معاكم، ندرسها نشوف واش كاين واش ما كاينش وديريكتوم بارطاجيها معاكم، سامحوني. ولكن خاوتي البارح كي حطيت لا فيديو قلت لكم اذا لحق 200 جيم في النهار الاول راح نديكم الجزء الثاني، والجزء الثاني كنت في الحقيقه صورته ودرت له ايديتينغ وكلش مع نفس الفيديو في النهار الاول، وانا ما حطيتوش، حبيت ننشر الفيديو الاول نشوف يعني الناس كيفاش تتفاعل معاه، بعدها ننشر الفيديو الثاني. والحمد لله التفاعل اللي كان في الفيديو الاول وصل في 5 ساعات، وصل الى الهدف اللي كنا حابينه هو 200 لايك، وايضا لحق بزاف تعليقات، جوني بزاف لي ميساج، بارك الله فيكم خوتي. ولكن كاين بعض الفئه من الناس اللي اعطوني انتقادات، الحمد لله انتقادات بناءه، والحمد لله ايضا علاش مكتبوها لي زعما تعليقات زعما بذيئه ولا في الكومونتير، في لي كومونتير تاع الفيديو جاو ليا ديريكتوم الخاص، قالوا لي هذوك لي ميساج بعثوهم لي، يقول لك هو النصيحة أم الملأ فضيحة، هم انتهجوا يعني طريق سوا سوا، فبارك الله فيهم. جاوبت معهم كما كان الحال وخذيت بالنصيحة اللي قالوها لي، قالوا لي شهر رمضان راهو جاي، هذه حاجة ممكن تضر أكثر من اللي تنفع، كذا كذا، مهم حاجات بزاف خاوتي كنت تفاهمت معهم. ولكن في اللي خلاني نوضقها وندير هذا فيديو بصراحة خاوتي هي الأم تاعي، ربي يحفظها لي، نوجه لها تحية من هذا المنبر خاوتي، وربي يحفظ جميع الامهات خاوتي، خاصه الناس اللي بعد على والديهم، ان شاء الله يرجعهم والديهم بخير وعلى خير ويلاقيهم بخير وعلى خير. المهم خاوتي قلت لكم اتصلت فيا وقالت لي الفيديو كذا كذا من هيك ضروري انك تمحيه، ضروري انك تسبريميه، وضروري انك ما ديرش الجزء الثاني، علاش سمعتك لانه الناس عندهم نظره عليك ما تشي تهبط المستوى. فانا صراحه خاوتي الفيديو اللي درتو من قلبي باش نعاون الناس ماشي باش الإساءة ولا، ولكن هو صحيح وحقيقة فيه نوع من الإساءة، الإساءة ماشي للناس، إساءة يعني مع ربي سبحانه، وحنا حتى راه طريق عيانا، دونك نتراجعوا على هذا الفيديو ونقدموا اعتذارنا ونعتذر منكم كل اعتذار خاوتي، سامحونا على الفيديو هذاك باسكو ان الناس اللي راهم يتابعوني سيفري راهم كامل حابين يهاجروا ولا راهم هنا في الغربة حابين يتعلموا حاجات جدد، حنا تعلمناهم وما علموهم مناش ورانا نعلمكم فيهم. ولكن خاوتي ما نساوش بلي كاين عائلات بزاف تتابعني، هذو من العائله الثانيه راهم حابين يجيو ولا راهم هنايا، فنحترموا الناس كامل بنسبه 100%. نشكركم جزيل الشكر على التعليقات الايجابيه اللي جاوني، كيما نشكروا جزيل الشكر التعليقات السلبيه اللي جاوني، بارك الله فيكم خاوتي، اني خذيت كل حاجه بعين الاعتبار، ونوعدكم ان شاء الله الفيديوهات القادمه حتكون افضل وفيها معلومات جد قيمه، وان شاء الله ندرسها اكثر قبل ما نحط اي موضوع. فنشكركم جزيل الشكر خاوتي مره اخرى، بارك الله فيكم. في الاخير خوتي كما عودتوني تعليقات ايجابيه لي كومونتير لي جيم، اشترك القناه وفعل الجرس، وبارك الله فيكم نلتقي غدا في الفيديو القادم على الساعه 7 بتوقيت الجزائر.